ولنقاش تفاصيل ما ورد في البيان الدوري الصادر عن القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق وآخر التطورات السياسية التي تضمنها هذا التقرير، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله، مرحبا بكم. كان التقرير شاملا للكثير من التطورات السياسية خاصة الأخيرة في العراق وكذلك الإنسانية. نبدأ بالشأن السياسي، كيف يمكن تفسير التطور الأخير المتعلق بالإعلان عن نتائج الانتخابات، هذه النتائج النهائية التي تأخرت طويلا بسبب صراعات علنية في المشهد السياسي العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توقعناه، وذكرنا أن النتائج بداية ستتأخر لأنها تخضع لهذه الصراعات ونتائجها لا تحددها ما يسمى بصناديق الاقتراع التي هي قوطعت من قبل أبناء الشعب العراقي، وإنما النتائج هي تخضع للمساومات والمفاوضات وما لكل طرف من هذه الأطراف من أوراق ضغط، وعلى رأسها ورقة السلاح التي تمتلكها الميليشيات، وكلهم لديهم ميليشيات، لكن الميليشيات متعددة الرؤوس متنوعة الرايات والعناوين. وهذا بالفعل ما حصل، حيث أنه طيلة المدة الماضية التي أخذت مدة وقتا طويلا أكثر مما سبق وأعلنته المفوضية، ما يسمى بالمفوضية العليا للانتخابات، فأخذت وقتا طويلا لأن هذا الوقت الطويل هو لم يكن فقط كما ادعي بالعاد والفرز والنظر في الطعون كما يقال، وإنما كان للنظر في نتائج جلسات المساومات والصفقات فيما بين هذه الكتل والتسويات وإرضاء هذا الطرف وذاك. وبالفعل جاءت النتائج بإرضائهم لبعض المقاعد، وربما سيتم الإرضاء الباقي بتوزيع بقية المناصب التي هي المناصب الوزارات والمدراء العامين ونحو ذلك مما يترتب على مثل هذه العملية الانتخابية. شدد تقرير الدوري للهيئة على أن التداعيات الأخيرة لهذه الانتخابات هي الأخطر على العراق منذ عام 2003 تاريخ الاحتلال، ما حجم هذه المخاطر؟ لأنه الصراع هذه المرة أخذ بعدا أعلى، يعني تصعيد بين الكتل السياسية المشاركة في هذه المراحل السابقة كان الخلاف خلاف جزئي ويعني مقتصر على بعض الجوانب، أما اليوم فالتصعيد في الخلاف بين هذه الكتل خلافا كبيرا، والتصعيد الأخطر في هذا الخلاف هو استخدام السلاح بشكل أوضح وأوسع ومعلن أكثر من السابق. يعني في المراحل السابقة كان يستخدم السلاح لكن بطريقة خفية ومن خلال إثارة بعض المشاكل داخل المجتمع العراقي بين المدنيين. يعني كل مرحلة من مراحل الانتخابات كان الشعب العراقي يشهد أعمال عنف و اغتيالات أو تفجيرات في الأسواق وفي غيرها كنوع من إثبات أن هذه الجهة موجودة أو تلك الجهة مسيطرة على الأمن هنا وهناك. لكن اليوم هذه الميليشيات بعض عناوينها اتخذت تصعيدا تصريحيا بالتهديد بالسلاح، وفضلا عن نزولها على الأرض بسلاحها وبميليشياتها وبرجالها، فضلا عن الجرائم التي ارتكبت بحق بعض أبناء الشعب العراقي. لذلك هذا الذي قلنا عليه وقصدناه بالتصعيد الخطير، لأنه انتقل القضية من خلاف إعلان سياسي مبطن إلى خلاف سلاح بالسلاح وبشكل معلن وصريح وأخذ أبعادا كبيرة جدا. في الجانب الإنساني أيضا رصد تقرير عمليات التصفية الجسدية الممنهجة في المعتقلات وعلى معتقلين أوشكوا على إنهاء عقوبتهم، كيف يفسر مثل هذا التحدي الذي يشهده المعتقلون في هذه السجون وصمت الدولي حيال هذه الانتهاكات الإنسانية؟ ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ربما لا يشابهه أي انتهاك في أي بلد آخر،
فهو يتميز بحجم الانتهاكات كما ونوعا. لم يعد هنالك باب من ابواب الانتهاكات الا وللحكومه العراقيه الحاليه ومن سبقها ومن ينتسب اليها من قريب او بعيد من الميليشيات وغيرها والجهات الامنيه الرسميه والحكوميه الا وله بصمه واضحه في ارتكاب هذه الانتهاكات، فضلا عن انه في كل باب من هذه الابواب الاعداد كبيره جدا، فنحن نتحدث في بعض الابواب عن الملايين، لا سيما التهجير والتهجير القسري وغيره. واما المعتقلات فهو ملف من احد هذه الملفات الانتهاكات، بدءا من الاعتقالات التعسفيه لابرياء، ثم بعد ذلك محاكمات صوريه والتعذيب والاعترافات القسريه لجرائم لم يرتكبوا هؤلاء، بل اعتراف على جرائم لم تقع وانما يتوهم او يصور بانها موجوده، ثم بعد ذلك الحكم على هؤلاء بالسجن وبالاعدام احيانا وتنفيذ الاحكام، فضلا عما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ظروف حياتية مأساوية كبيرة، وآخرها ما ذكرناه في هذا التقرير من إبادة بشرية لبعض هؤلاء المعتقلين الذين هم بالأساس كثير منهم أبرياء لم يرتكبوا جريمة، وربما فقط في الشبهة أو ما يسمى بالمخبر السري أو بأسباب طائفية أو خلافات مناطقية وغير ذلك. وهذه صفحة من صفحات المجلدات كبيرة ربما توثق في قضية انتهاكات حقوق الإنسان. نبقى في الجانب الإنساني، قضية اللاجئين العراقيين العالقين على الحدود الأوروبية كانت حاضرة أيضا في هذا التقرير الدوري. هذه القضية أثارت الرأي العام العالمي والعراقي أيضا، إلى أي مدى تختزل هذه القضية المشهد العراقي بجوانبها السياسية الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية؟ يعني هي أولا كحدث يدلل بشكل واضح وقاطع وصريح بأن العراق لا يزال يعيش في مشكلة، لأنه للأسف الكثير من دول العالم ومنها دول الجوار وغيرها تتعامل مع العراق على أنه بلد مستقر، ويدعون أو يصدقون ادعاء الحكومة الحالية بأنه انتهت أعمال العنف وأن هنالك قانون كما يسمى وأن هنالك استقرار ويستطيع الناس أن يعيشوا بأمان. لكن مجرد هذه الحادثة، فضلا عن آلاف الحالات من المهاجرين الذين مستمرين إلى الآن، يعني أكثر من مليون إلى الآن أكثر من مليون مهاجر عراقي خارج العراق، فهذا دليل على أن هنالك مأساة، أزمة لا تزال حاصلة في العراق تضطر هؤلاء الناس إلى الخروج من بلدهم والبحث عن أماكن آمنة. هذا من جانب. الجانب الآخر، هؤلاء الشباب الذين تعرضوا لمثل هذه، وهذا نموذج من عشرات النماذج التي يتعرض لها مثل هؤلاء مما تعرض له هؤلاء المهاجرون، نرى أن هنالك إغفالا وإهمالا قبل الحكومة الحالية التي تدعي أنها لديها وزارة حقوق الإنسان وأنها تهتم ووزارة مهاجرين وإلى غير ذلك. فكل ذلك دليل واضح على أن العراق لا يزال يعيش في أزمة، وأن المجتمع الدولي يجب أن ينتقل من الادعاء بأنه راعي لحقوق الإنسان ودافع عنها إلى أمور أو إلى إجراءات عملية، ومنها الضغط على الحكومة الحالية بوقف هذه الانتهاكات وليس بمساندة هذه الحكومات والسكوت عن مثل هذه الجرائم. شكرا جزيلا لكم ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور عبد الحميد العاني، حدثتنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك.